ازيكم يا مواليد برج العقرب، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج العقرب ليوم الخميس 9 يونيو حزيران 2022. بالنسبة لك النهاردة يا عقرب، لازم انك تلاقي في اليوم ده انه يبقى يومك متوازن اكتر. في الفترة دي هيكون في فرصة كويسة جدا علشان تكسب من خلالها دعم والديك بشكل كبير. ده بفضل كل الحظ اللي بيبقى قدامك، وهتكون راضي بشكل كبير عن كل اللي انت بحابب انك توصل ليه في اليوم ده. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة يا عقرب، هيكون اخلاصك في مكان شغلك في موضع تقدير كبير جدا من قبل كل رؤسائك في الشغل. هتكون قادر علشان تنتهي من كل اعمالك في الوقت اللي بيعتبر محدد بالنسبة ليك. هيجذب ليك ده انتباه اشخاص كتير جدا حواليك وكل زملائك حتى في الشغل. هتكون قادر علشان تبرز كل مهاراتك الخاصة من كل كيانك الداخلي في اليوم ده. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا عقرب، هتتبنى تصرف هيبقى محبوب جدا، وهتكون قادر جدا علشان تظهر ده لشريك حياتك في اليوم ده. النوع ده من المواقف هيزيد من مكانتك في عينه بشكل كبير. توقعاتك النهاردة المالية يا عقرب، لازم تبقى مرتاح اكتر تجاه كل تصرفاتك وكل اموالك في الفترة دي، وتكون عندك فرصة كويسة علشان توفر من خلالها كتير من الفلوس في اليوم ده. هيكون في شعور كبير جدا بالرضا عن كل التصرفات اللي انت بتقوم بيها في الفترة دي. بالنسبة لك صحيا، هتكون صحتك بشكل عام في حالة كويسة جدا في الفترة دي. هيكون في قدر لا بأس بيه من الطاقة اللي عندك، هتبقى حيوية اكتر بداخلك، لازم تبقى بتستثمر فيها بشكل مريح اكتر وبشكل مناسب.